اعداد بعد ما جت من الجونه اعلنت اصابتها بكورونا، انت ده ضايقك؟ لا انا بصي ما عندناش اعداد في الجونه اعلنت اصابتها بكورونا في الاماكن الرسميه للمهرجان، كون ان في ناس راحت حفلات بقى في بيوت او حفلات خاصه او اعادات بعيدا عن الاماكن الرسميه للمهرجان لم نبلغ على ولا حاله في المهرجان، لكن الباقي بقى دي حاجات اثناء تواجدهم في الجونه في حاجات يعني خاصة، لكن أنا بالنسبة لي الحمد لله أنا رحت ورجعت كويسة وأعلنت ده، وكتير جدا من الأعداد يعني نسبة يعني قليلة قوي 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 اللي أصيبت بجانب 50,000 بني آدم في مدينة الجونة كلها. يعني مبالغه في كان في هجوم على الجونه بعد ما رجعتوا، يعني زي ما تقولي استوضوا الحته دي؟ لا ده عادي، احنا تعودنا على هجوم على الجونه، ده شيء طبيعي يعني خلاص بقى جزء من تقاليد كل سنه، فالواحد ما بيتوقفش عنده، احنا بنبص على الجانب المضيء من التجربه. ببارك لك على الخطوبه، فاجئتينا. ان شاء الله الفرح امتى؟ انا ما فاجئتكوش، انا اتفاجئت زيكم. كان باين بس هي مفاجاه حلوه صراحه. الحمد لله مفاجاه حلوه قوي. ختمتي الحمد لله السنه دي بحاجه كويسه. الحمد لله، اهو يبقى في اي حاجه ايجابيه في السنه الصعبه دي. الفرح امتى؟ لا لسه ما حددتش.